اسمه حسين علي عودي، من طيرة حيفا، لأنه في عدة قرى طيرة. مواليد 43، 1943. الطيرة تمتاز بمنطقة الحلو، يعني الملاصقة على البحر وعلى سفح جبل. تشتهر بالزراعة والزيتون والتين والعنب، أرض ضيعة حلوة كانت يعني. عدد سكانها قديش ولا ما عندها؟ يعني شي 16,000، 16,000 نسمة. فيها أربع مخاطير طيرة، بس بذكر أنا واحد بس اللي كان موجود. طيرة فيها كان شوارع مزفتي رئيسية. شوارع طيرة بلدي يعني راقية، مش إنه فيها شوارع، فيها مقاهي، فيها ساحة، فيها ما أسواق، سوق الخضرة، فيها مدرسة. شو وسائل النقل حج كانت؟ كان سيارات، سيارات تاكسيات، طبعا من القديم، الموديل القديم. كانوا أشخاص معينين يعني اللي عندهم سيارات؟ سيارات معينة طبعا. تذكر أسماء؟ في اللهم صل على سيدنا محمد، في نمر محمد الناصر هذا، وفي محمود الفهد، بس كان في ديوان في عدة ديوانات. لمين كانوا من أصحابه؟ في بيت حياة الوالد كان عنده ديوان، كان يراقب أمير أبو حسين، وفي لبيت اللهم صل على سيدنا بيت عدخول كمان، هذول عندهم بيت، وبيت الفهد عندهم ديوان. في عدة كبيرة الطيرة. مخاطير؟ مخاطير كان فيها أربعة، بس بذكر أنا واحد اللي هو اسمه أهالي. أهالي الطيرة كيف كانوا يساعدوا الثوار؟ يقولون أكل، مأوى، كل شيء يساعدوهم، مأوى يخبوهم. يعني كانوا أهل الطيرة عنده كثير، يمكن أهل القرى اللي حوالينا بيعرفوا شو الطيارين كانوا يعملوا. كانوا عايزوهم لليهود، لليهود للبريطانية خاصة. البريطانية بس يفوت لاند على الطيرة، بس يغيب لحظة السيارة تهبط على الأرض، ولا يقيموا لها الدواليب وتضلها تطير. بحكيك جد أنا، يعني مش إنه مرة اليهود البريطانية كانوا بدهم يلموا زي ضرائب قمح وما قمح وشعير وهيك، صاروا في جماعة ثلاث ارباع اجلك زبل، يعبوه زبل ويحطوا على وجهه شوية قمح، يروحوا بس يدروهم في الثوب المخازن، يديروا القمح على هذا يخرب كلياته، يجوا على البلد يبلشوا ضرب ويلموا هالعالم وبهدلة، يبهدلوها. والله بعد سقوط حيفا بلشت الخوف يعني، وحتى أغروهن يعني بعض الإنجليز اليهود إنه يضلوا وكذا وإشي منعيش سوا، وهذا قالوا لهم لا هريبة نطلع من بعد منشيلكو، يعني يقضوا على اليهود ترجع على وعد العرب. ما العرب هي اللي شجعت خروج الناس، ولا يمكن ما حداش طلع من بيته. أجت فترة اطلعوا بعد أسبوع من ردكو، دفوت الجيش فلان وجيش فلان وكذا. كان إذا مدفعيتهم كانت تيجي على الحياة تتشحبر شحبر، ما تعمل شيء. العربية هاي اللي فاتت، وهي ضرتنا أكثر ما نفعتنا. لو ظلت على المقاومين، لو مدوهن ووقفوا معهن للفلسطينية بطلوا إسرائيل وبريطانيا، لانه كان شو اليهود كان بلشين في بدايه حياتهم يعني. الصهاينة خربوا البلد، ابعوا الجار وهدموا البيوت والامور هاي، ولا في هذاك الوقت ما فاتوا الا من بعد ما طلعنا، ما فاتوا على البلد الا من بعد ما طلعت الناس. اجت
سمعت بمجزرة دار ياسين. سمعت. شو كان تأثيرها عليكم؟ ما هاي المصيبة إنه القرى بس تقول مجزرة بدار ياسين، أهل القرية الثانية كانت تهرب. هذا هاي البشاعة إنه هون هلا تصير بالصبصاف مثلا، أهل قضاء الصبصاف يهرب. تصير بس تصير أي مجزرة العالم تهرب، ما في لأن ما فيش مين يساعدك، ما فيش مين واقف معك، ما فيش مين مع العلم. كانت العرب أكثر من العرب، ما في، كانوا قل اليهود. شو اليهود كانوا؟ أنت وقت الهجوم الأخير على القرية وين كنت؟ إحنا يعني ما عم بقول لك، لما حميت وسقطت حيفا صارت العرب تطلع تخرج، صارت تطلع. كان الهجوم هذا كان بالنهار ولا بالليل ولا انت؟ لا كان اللهم صل يعني على المغرب هيك. الصهاينة تركوا هيك شيء منفذ عشان العالم تهرب؟ بريطانيا هي اللي نفذت العالم بحجة حماية وكذا وإشي، فتحت الطريق وهي تهرب. عم بقول لك هن حملونا باللوري تبعهن، شايف، واخذونا على مينا حيفا. هن يعني بحجة انه هن حاميننا، وهن اللي بدهن كان الهدف الوحيد انه يطلعوا هالعالم هاي. لا تحج كلكم القريه كلها طلعت ولا دفعات؟ لا اشراع لسوريا، اشراع الاردن، كل واحد. احنا اجينا في البحر، هلا اجت ناس طلعت على القرى الشماليه على شمال فلسطين، واجت على لبنان. احنا كان نصيبنا في البحر. قد ايه اخذت معك وقت الطلعه من هون من فلسطين على بيروت؟ شوف، نمنا في خارج بيتنا، يعني نمنا ليله، ثاني يوم اجوا البريطانيه اخذونا على اساس ان يحمونا، طلعونا على مينا حيفا. مينا حيفا اجت زحافات، بذكرها زحافات عريضه صارت تحمل الناس فيها على عكا. من عكا مينا عكا طلعونا بواخر على بيروت. وشو كان يوم عاصف ويوم شتاء، وكوموا لك حتى بذكر يعني حامض خير الله العالة صارت تدوخ وتستفر ويهوج المركب على مينا. زدتونا مينا بيروت، سكننا احنا في الكارنتينا على فكرة، قعدنا 6 أشهر في الكارنتينا بيروت. من بعد الكارنتينا رحلونا جابونا على الميومية. طيب حج، اذا صحت لك الفرصة بالعودة هل بتعود؟ بعود من الصبح، بس مش مع الاحتلال، مش مع الاحتلال الصهيوني. بروح بحريتنا، بدولتنا. من الصبح بترك حتى هذا البيوت هون ومشي، والله بروح في عزم الوطن اللي خلقت فيها وتربيت فيها، وفلسطين يعني مهد الديانات والحضارة والقدس فيها تردد، هاي ما فيهاش تردد. تعويض كله مسخرة، لا تعويض ولا شيء، ولا تعويض ولا شيء. ما في بديل عن الوطن.